احنا بدأنا ريكوردينج. تمام. قولي احنا معايا يا لايف دكتور، كمان. هبدأ لايف ستريم. بس بدأ لايف ستريم. ثواني بعمل لايف ستريم. ماشي اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. مساء الخير على حضراتكم. النهارده لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة بيشرفها إن إحنا يعني بيكون معانا نخبة من الخبراء اللي اتكلموا الحقيقة ناس اللي يعني اللي موجودين هنا. معظم الناس اللي اتكلمت على موضوع مايكروسوفت وكراود سترايك وإيه اللي حصل فيه وتبعاته وإيه وإزاي نفكر مستقبليا لبلدنا بالتعلم من الدروس المستفادة للموضوع. أنا اسمي الدكتور محمد خليف، أنا مقرر لجنة الثقافة الرقمية. معانا المهندس زياد عبد التواب خبير تكنولوجيا المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية، المهندس محمد عزام خبير إدارة تكنولوجيا وعضو لجنة الثقافة الرقمية، الباشمهندس وليد حجاج عالم من أعلام السايبر سيكيورتي المصرية، والدكتور محمد حجازي خبير التشريعات وقوانين التحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات، وهينضم لينا المهندس حسام صالح خبير صناعة تكنولوجيا المعلومات بعد قليل. هنبتدي الحوار بتاعنا بأن احنا بنقول إن اللي حصل في موضوع مايكروسوفت وكراود سترايك كان مفاجأة كبيرة جدا، عملت يعني هي مفاجأة وغير مفاجأة الحقيقة، لأن دي طبيعة الشغل في التكنولوجيا إنه ممكن يحصل داون تايم، يحصل مشاكل، بس كانت المفاجأة إن هو بيحصل على جلوبال سكيل بعمق الكبير اللي حصل ده، وبالتالي الموضوع اتحل، لكن احنا محتاجين نقف عنده كثيرا حتى لا يتكرر، وحتى لا مصر لم تتأثر، الحكومة المصرية لم تتأثر. في ممكن مؤسسات كانت معتمدة أو متعاقدة مع كراود سترايك كمؤسسات قطاع خاص أو جهات معنية بالتعاقد مع حاجة زي كراود سترايك، وبرضه احنا هنتكلم على الحتة ديت ليه ماذا من هي كراود سترايك، هنبقى نتكلم في الموضوع ده. بس في الاول عايزين الايه الماكروسكوبيك فيو بتاع الموضوع بكافه جوانبه من الباشمهندس زياد عبد التواب. اتفضل يا باشمهندس زياد. مساء الخير على حضراتكم وشكرا دكتور خليف. يعني احنا عايزين نقول خلاص التحول الرقمي والتكنولوجيا بقت جزء من حياتنا، ما نقدرش ان احنا نتراجع عنه، ولذلك العالم كله لما صحي يوم الجمعة اللي فات لقى كمية كبيرة جدا من الخدمات معطلة، رحلات طيران بتتلغي، رحلات بتتأجل، بنوك فيها مشكلة، محطات فضائية مش عارفة تطلع وتعمل البث بتاعها، كمية كبيرة من الخدمات الحكومية في أماكن كثيرة حول العالم تأثرت، ابتدت الناس تشك هل ده هجوم سبراني، هل ده أمر مرتبط بالصراعات الجيوسياسية اللي موجودة وبتنتقل للعالم الافتراضي ولا لا. كل الأسئلة دي ما كان لهاش إجابات في الساعات الأولى، لغاية ما ابتدوا يلاقوا إن لا، ده في مشكلة فنية كانت في البرنامج اللي موجود في شركة كراود سترايك، رغم ان هي الشركة رقم واحد في العالم في أنظمة أمن المعلومات، فإزاي يحصل لها مشكلة وإزاي يطلع ان هم حطوا البرنامج بتاعهم وعملوا له تحديث من غير ما يعملوا له اختبارات بصورة كافية؟ طب التأثيرات الاقتصادية والسياسية والخسائر اللي حصلت للأعمال المختلفة نتيجة هذا الأمر، طب ده ممكن يتكرر
طب نرجع نقلل من التكنولوجيا شوية ولا نعمل إيه؟ طب الأزمات لما تحصل هل في حلول ليها؟ هل في عقوبات ممكن تتحط على حد؟ هل عقوبات تتحط على الشركة؟ هل في حاجات دولية ممكن تتعمل؟ هل محتاجين تعديل في التشريعات اللي المفروض إن هي تتحط؟ هل يتم تطوير أنظمة فنية محلية من مش ما تبقاش كلنا معتمدين على الشركات الكبرى؟ أسئلة كتيرة جدا اتطرحت، وده بيرجعنا للانقطاعات اللي حصلت قبل كده في الإنترنت، ومنها الانقطاع الشهير اللي قعد 6 ساعات لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثير ده اللي حصل على العالم كله. ولذلك احنا فكرنا ان احنا نعمل الندوة دي علشان نتكلم عن هذا الأمر ونتكلم على الدرس المستفاد من هذا الموضوع ايه، وازاي ان احنا نفرق ما بين ان التكنولوجيا عطلت وان التكنولوجيا حد عطلها عن عمد نتيجة لأسباب او لأغراض مختلفة. كل الأمور دي المفروض ان احنا نتكلم فيها. طبعا الحمد لله ان مصر ما تأثرتش من هذا العطل والخطأ اللي حصل، لكن من الوارد ان اي حد يحصل له ده في اي تطبيق تاني او في اي نظام تشغيل تاني او نظام تأميني تاني ان هو يحصل فيه أزمة قريبة من اللي حصل. هل الحلول ان احنا يبقى عندنا اكتر من بديل، اكتر من نظام للتأمين، اكتر من نظام للمعلومات، اكتر من خط من خطوط الربط بحيث ان احنا لو حاجة عطلت تبقى الحاجة التانية تشتغل؟ طب وماذا عن تكلفة هذا الأمر؟ يعني كل ما يجي حد ينشئ نظام معلوماتي يضابل النظام المعلوماتي ويعملوا نظامين علشان ما يعطلوش، ونبتدي نتكلم على الديزاستر ريكفري بصورة أكبر، فكرة الكلاود وإن أنا يبقى كل حاجة موجودة على السحابة، هل سحابة واحدة تكفي ولا أنا محتاج أكتر من سحابة؟ كل الأسئلة دي لازم إن شاء الله نطلع من ندوة النهارده برود ماب ليها، علشان نبقى واقفين قدام الدعوات اللي بتطلع. وانا بصراحه على المستوى الشخصي يعني كنت بضحك من هذه الدعوات اللي بترجع تتكلم تقول لا ده التكنولوجيا مخاطرها اكتر، ونرجع تاني للانظمه الورقيه ولو بصوره جزئيه. شكرا يا دكتور. تمام، يمكن المهندس حسام صالح ما شرفنا دلوقتي، واحنا خبير طبعا تكنولوجيا المعلومات وتقلد مناصب عديده في قطاع تكنولوجيا المعلومات. المهندس حسام كان عمل شير للورك اراوند اول ما كراود سترايك طلعتها على او السي او بتاعها بدا يتكلم ان ده يا جماعه ده خطا فني، وكان في ورك اراوند بسيطه جدا لحل المشكله، وكان في ردود افعال لفكره البوست ان هو فعلا واضح وتو ذا بوينت وكده. مهندس حسام، هل حضرتك شايف ان الموضوع ده فعلا يعني هو من المنظور بتاعنا احنا كناس شغاله في صناعه تكنولوجيا المعلومات، زي ما بنقول صناعيه تكنولوجيا المعلومات، ان ده امر وارد جدا، وان ما فيش نظريه مؤامره ولا حاجه، وان ان القصه ممكن ما يبقاش فيها اي حاجه غير ان التيم هناك غلط او ما عملش تيستينج بطريقه كفايه، او ما كانش فيه نظام للاداره جيد للموضوع. احنا بين التو اكستريمز دول زي ما بنقول، ان هو الموضوع لا ده في نظريه وراء للمؤامره، وان في ناس فعلا تسببت في الموضوع ده، او ان احنا نصدق فعلا كراود سترايك. راي حضرتك ايه؟ اتفضل يا فندم. شكرا دكتور محمد، ويعني وجودي في وسط هذه المجموعة الجميلة والعظيمة ده شرف ليا، وأتمنى أن أنا أكون حاضر معكم الجلسات الأخرى القادمة، لأن أنا يعني بشهد النشاط بتاعكم بقالي فترة، وهو نشاط عظيم، واهتمامكم بالموضوعات الحيوية والمهمة اللي موجودة على الساحة ده أمر عظيم وحميد، لأن مش ناس كتير بتعمل الحقيقة الشكل المميز ده. خليني أقول لحضرتك إن هي يعني مش عايز أقول إنها الصدفة، إنما أنا كنت متابع الأمر يمكن من الدقيقة الأولى،
لسبب يخص شركة من شركات الطيران، صديق ليا بيشتغل فيها في ألمانيا، وكلمني في التليفون في نفس الثانية اللي حصلت فيها مشكلة عندهم هناك. فكنت يعني قريب قوي من المشكلة، بسمع ايه اللي بيحصل، بسمع ايه اللي بيتقال وكده، وليا صديق بيشتغل في كراود فاندنج حقيقة. ف الحقيقة ان اللي حصل هو بيحطنا بين نارين. النار الأولى بتقول ان لما يحصل حاجة زي كده في ظل ان احنا عايزين نبقى اكثر اندماجا في المجتمع الرقمي من اللي احنا موجودين فيه حاليا، وده مش احنا في مصر بس، ده احنا في مصر والعالم. والجزء الاخر اللي بيقول هو ليه احنا ما نروحش ليه استخدام او يبقى عندنا الباك اب سولوشن المانيوال. الحقيقه ان انا كنت في احد الاجتماعات امبارح، وهو اجتماع هام، وسمعت الناس كلها بتقول لي احنا عايزين السولوشن الاولاني بتاع الورق، وعايزين السولوشن المانيوال. مش عايز اقول لك يعني صارفين فلوس كام عشان خاطر نبقى موجودين في الحل الديجيتال. فابتدى الكلام طب احنا نأمن نفسنا ازاي، وابتدى الكلام على طب هو الكلاودز دي بقت نفس الكلام بقى بتاع زمان اللي احنا كنا متصورين ان احنا عديناه، بتاع هي الكلاود آمنة ولا لا. احنا رجعنا تاني لنفس النقطة بتاعت الكلاود مش آمنة، السيرفر بتاعي اللي عندي هو اللي آمن، ومش عايز ابقى كونكتد، وما تحطيليش الداتا بتاعتي في اي حته كونكتد. يعني انا عايز اقول لكم ان انا في النقطه دي دلوقتي، بس يعني مش عايز اطول فيها. الحقيقه ان لما حطيت البوست بتاع السيمبل ستيبس عشان خاطر الناس تعمل نوع من انواع الريكول للاكشن اللي حصلت على مستوى المكن بتاعهم شخصيا، الحقيقه ان ردود الافعال اللي جات لي في الانبوكس بتاعتي اذهلتني. انا جالي ردود من النوع بتاع التكنولوجيا لن تفيدنا، التكنولوجيا اخذت فرصتها، رجعونا تاني للعالم الحقيقي، وطبعا معاها شويه حاجات كده على ان الذكاء الاصطناعي راح في داهيه، وان الروبوت موت نفسه، والحاجات اللي الناس كلها بتتداولها وكلها بالخطأ الحقيقة بتتداولها الأيام دي. أنا النهاردة في حتة أصعب بكتير من، يعني أو أنا شايف إن إحنا كلنا في حتة أصعب بكتير من مجرد مناقشة اللي حصل. إحنا اللي جاي أصعب بكتير، لأن النهاردة الثقة اتهزت، والثقة اتهزت واتحط فيها اسم شركتين من اكبر الشركات، سواء واحده في الاوبريتنج سيستم والسوفت وير، والتانيه في مجال السكيورتي. واتقال اذا كان دول مش امنين، واذا كان دول مش عارفين يعملوا الابديتس بتاعتهم بالطريقه المظبوطه، يبقى احنا بنضيع وقتنا، ولو سمحتوا ما تضيعوش وقتنا وفلوسنا في الحاجات ديت، تعالوا نبني سيستمز داخليه بطريقه مختلفه. انا برجع تاني ليه، يعني انا بسمع في وداني الكلام بتاع سنه 1990 واحنا بنتكلم على الكلاينت سيرفر. يعني ابتديت اسمع حاجات اللي هي انا مش مصدق ان احنا عايزين نرجع باكورد. طبعا اللي حصل في شركات الطيران، وانا عشان احتكيت بواحده من شركات الطيران احتكاك مباشر في المشكله، شركه الطيران دي حتى بعد المشكله ما اتحلت فضلوا ما يطيروش طيارات لمدة 3 ساعات، ودي خسائر مرعبة عليهم. وده معناها إن الناس بتقبل النهاردة، تقبل الريسك والتضحية بالفلوس مقابل إن هو مش هيشغل السيستم تاني ومش هيثق فيه. عن الكراود اسمه هذا الوي على فرجع بالابليكيشن لورا ان هو يقول لا انا عايز اشتغل بالطريقه الصوت التقليديه. وحش عندي انا ولا هو بيقطع الصوت من عنده؟ لا الوليد انا سامعك كويس قوي. لا الصوت تمام، الصوت تمام. اتفضل يا فندم.
فالحقيقه ان انا يعني الكلام اللي قاله زياد من في اخر 3 جمل، احنا في انهي اختيار دلوقتي؟ احنا في حته صعبه، واعتقد ان احنا علينا كل الناس اللي بتتكلم باصوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليها انها تبتدي تذاكر او تدرس، احنا هنوجه الناس ازاي؟ لان الناس الحقيقه بيفتقدوا الى اصوات تدلهم على يمشوا ازاي. الشركات اللي عامله في مجالات مختلفه كتيره، وعندهم اقسام اي تي واقسام سيكيورتي واقسام نتورك، بيدوروا على اي حد، بمعنى اصح الشايه، يتعلقوا فيها. لان النهارده جت الادارات المختلفه في الشركات بتسال، وده انا اتعرضت لده، بتسال الراجل بتاع الاي تي يوم الجمعه بالليل، حصل لنا حاجه؟ هل احنا تاثرنا؟ هل احنا عندنا مشكله؟ بالذات بقى الناس اللي عندها اي ار بي سولوشن كبير، اللي عندهم سي ار ام كبير، اللي عندهم حاجات زي كده، هم عندهم قسم تكنولوجي، بس قسم التكنولوجيا يفتقر الى المعلومه، هو مش عارف دلوقتي يعمل ايه، ومش عارف يقول للشركه بتاعته او لاداره الشركه يقول لهم ايه؟ يقول لهم اه احنا تمام، اه احنا سلام، يعني الجمله بتاعت اصل مصر ما تاثرتش، انا عايز اقول لكم ان الجمله دي مع انها جمله في شكلها بوزيتيف، في ناس تانية واخداها ما هو اصل احنا مش كونكتد اصلا، انت احنا ما تاثرناش عشان مش كونكتد. طبعا عشان تقعد تقنع الناس ان السولوشن ده بتاع السولوشن السكيورتي ده موجود في شركات وشركات اخرى لا، موجود على انفايرمنت وانفايرمنت لا، عشان تقول الكلام ده طبعا يعني العامة حتى لو كانوا اكزيكتيفز في شركاتهم مش بيستقبلوه بسهولة، وبيستنوا رأي فني. انا اعرف واحدة من الشركات اللي بتشتغل في الكونسلتيشن في موضوع السكيورتي، عنده ريكوست من 460 شركة، هو يعني كان نفسه يكون عنده ريكوست من 10 شركات في الشهر، عنده 460 شركة طالبين منه سيرفيس اسسمنت، هل احنا تأثرنا؟ واحنا لو ما تأثرناش ليه؟ ولو تأثرنا ليه؟ وكنت بتكلم مع ناس من الفنيين بتوعهم امبارح، الحقيقة ان هم واقفين في حتة ما عندهم، يعني ما فيش كلمة قاطعة، يعني احنا بنتكلم على ان السي او بتاع الشركة اللي تسببت في المشكلة قال كوميتمنت، واحنا خدنا الكلمه بتاعته على انها هي دي الكلمه، انما البحث الحقيقي اللي يطلع المشكله فين، انا ما سمعتش من مايكروسوفت حاجه لحد دلوقتي حقيقيه، وما سمعتش تحليل فني دقيق لاي حد من الشركات التي تاثرت، وانا ما بتكلمش على الشركات المتسببه في التاثير، انا بتكلم على الشركات اللي تاثرت، ان حد يكون اتأثر يطلع ريبورت بيقول انا اتأثرت بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حصل لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ودي تساوي ماليا بالنسبة لي كذا، عشان نقدر نحسب تأثير اقتصادي للمشكلة، لان المشكلة لو ملهاش تأثير اقتصادي والتأثير بتاعها فني فقط يعني يتضاءل حجم المشكلة. احنا حجم المشكلة لو مش اقتصادي مش هيبقى باين للعامة، هيبقى باين لينا احنا، انما مش هيبقى باين للعامة. وهو ده اللي انا الحقيقة لما يعني دعيت للمشاركة مع حضراتكم، انا كنت متحمس جدا، لان انا نفسي ان احنا نجد طريقة، لان احنا لما تحصل حاجة زي كده يبقى عندنا اسلوب بنقدر نستخدمه، نقدر نعرف التأثير الاقتصادي الحقيقي لهذه المشكلة. لما دولة رئيس الوزراء طلع قال إن إحنا لم نتأثر أو تأثير طفيف أو أيا كان، ليها حساب، ليها حسبة، وأنا مش بطلب من إن مركز المعلومات اللي يطلع ده ولا الحكومة، لازم هيكون في جهة ما
جهة ريسيرش، واحنا بنفتقر الى وجود جهات ريسيرش محايدة تطلع تقول اللي حصل كذا، تأثرنا كذا، القطاع المالي تأثر كذا، القطاع التجاري تأثر كذا، القطاع الصناعي تأثر كذا، والناس تقدر تديسكلوز الداتا عشان خاطر نقدر نعرف تأثير. لما غير كده احنا ما بنكلم بعض. طبعا كلامنا مع بعض مهم، انما العالم بره او بقية الناس اللي عايشين حوالينا في شركات مختلفة كتير، واظن ان في ناس كتير من اللي موجودين حضور وموجودين على البانل دي تعرضوا لده وتسألوا من شركات كتيرة، انا اتأثرت بقد ايه، انا وقعت قد ايه، انا خسايري تتحسب ازاي. الجملة اللي وراها هو المهمة، والله انا اكتر من شركة عندهم اي ار بي وسي ار ام عطلوهم وما زالوا معطلين الاي ار بي بتاعهم لحد اللحظة دي، لانهم مش متأكدين ان ده عمل لهم حاجة. لان انا لما قلت على فيسبوك عندي، قلت ان ده مش سايبر كرايم ولا ده سايبر اتاك ولا كده، صحيح انا كنت مقتنع بنسبة 80% انه مش سايبر اتاك، عندي 20% داوت في جوايا لما كنت بحاول اطمن الناس، لان كان في حالة رعب حصلت، فابتديت اقول يا جماعة مش سايبر اتاك، اللي حصل ده مش سايبر اتاك. الجمل اللي بتتقال لي لا ده سايبر اتاك والعالم كله بيقول سايبر اتاك، واسألوا خبراء امن المعلومات اللي في العالم بره. حقيقة ما فيش حد قال تصريح واضح بيقول هنعمل ايه، وده حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى شايفينها او عارفين هتتعمل منين او هتتفتح فين، او يعني وخلق الدور بتاع المتخصصين هو مهم جدا 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 في الفترة الحالية. شكرا دكتور. تمام يا فندم. طيب هل هو ده سايبر اتاك ولا مش سايبر اتاك؟ باشمهندس وليد حجاج، هل في أدلة علمية تقدر إن هي تقول لنا ده كان فعلا خطأ فني أم سايبر اتاك؟ احنا هناخد الجانب الاقتصادي والقانوني ده لسه ده دلوقتي يعني بعد ما نخلص الجانب الفني، بس أنا الحتة الفنية دي هل هو فعلا في ناس قالوا لي يعني في ناس اصدقاء يعني قالوا لي طب وانت ليه انا اول حاجه قلتها قلت يا جماعه ده مش سايبر اتاك ده بج، اصل انا عارف البروسيس بتاعت الموضوع، هم سيمبلي لو ما عملوش ستيجنج سيرفر وما عملوش تيستنج كفايه خلاص وارد جدا يحصل الحاجات دي بكل بساطه، بس هل برضو شركه بالحجم ده هتعمل الاخطاء دي؟ انا من خبراتي مع الشركات العالميه بقول لك اه ممكن تحصل عادي، واخد بالك ما فيش ملائكه وما فيش يعني امثله 100% في الشركات العالميه، وبالتالي ده وارد فكره الخطا البرمجي، بس هل هي ممكن تكون برضه سايبر اتاك وحد قدر يدخل في اعماق الشركه ويقدر يحط كود ويقدر يعمل تحديث ويريليس التحديث ده لكل السيرفس ده مش سايبر اتاك ده دي حفله يعني تبقى حفله كبيره جدا يعني، ف وليد بيه يعني يا ريت تحل لنا الموضوع. اتفضل يا فندم. طيب هو بس استاذن الناس اللي مسؤوله عن السيشن تفتح لي الشير علشان اقدر اشير من عندي سكرين. ثانيا انا سعيد جدا بوجودي في لجنه الثقافه الرقميه والبنيه المعلوماتيه اللي كنت عضو فيها في الدوره اللي فاتت، فسعيد جدا بوجودي وسط الساده الافاضل الخبراء الموجودين، وبتشرف بوجودي مع استاذ حسام صالح وباشمهندس حسام صالح. طبعا اتقابلنا في اكتر من ايفنت الفتره اللي فاتت، فسعيد جدا بوجودي معاكم. طب تعالوا نتكلم عن الموضوع كده يعني حته حته ونفسره. مبدئيا شركة كراود سترايك ما هياش اصغر من شركة امازون ولا اصغر من شركات كتيرة جدا حصل عندها اتاك، وشركة ابل وسامسونج، هنقعد نعد بقى من هنا لغاية بكرة. فبالتالي فكرة ان يحصل مشكلة ده امر وارد. مايكروسوفت نفسها قبل كده عملت ريليز لويندوز فيستا وكان في مشاكل، وعملت ميلينيوم ومايكروسوفت وكان بيتست وكان بيتا وار سي ونسخ كتيره جدا، ومع ذلك طلع فيه مشاكل. ففكره وجود مشاكل تقنيه ده امر وارد جدا لاي حد شغال في التكنولوجيا. اللي حصل شركه كراود صرحت وقالت واكدت من خلال الانسدنت ريبورت اللي هي طلعته اللي الباشمهندس حسام اتكلم عليه،
وقالوا فيه الاسباب ايه، وان الرول اوت اللي حصل للسوفت وير هو السبب الرئيسي للمشكله. ولكن لغايه النهارده باكد على الكلام اللي قاله باشمهندس حسام، لا شركه مايكروسوفت ولا كراود سترايك قالوا هو ده حصل ازاي عند شركه كراود سترايك. هل هم ما عملوش الهوم ورك بتاعهم، ولا عملوا الهوم ورك بتاعهم وده خطا بشري؟ وخلينا نتفق ان كل التكنولوجيا وكل الحاجات اللي بنستخدمها من صناعه البشر مش من صناعه اله، فالخطا وارد. ولكن هم طلعوا بمجموعه من الخطوات او الاجراءات اللي قالوا دي دروس مستفاده موجوده في الريبورت بتاعهم، واتكلموا قالوا احنا لازم نتاكد من الابديتس قبل ما نعمل لها رول اوت، ولازم يبقى في تشانلز مفتوحه ما بيننا وبين العملاء بشكل متصل علشان لو حصلت مشكله نقدر نرول باك وقت قصير. كمان لازم نتست على اكتر من انفايرمنت ونشوف الكونتنت ابديت بتاع السوفت وير اللي هنعمله ده الامباكت بتاعه ايه والايرورز بتاعته ايه. وان الادله اللي هم قالوها بناء على الفورنسيك انفستيجيشن او الادله الرقميه اللي فحصوا بيها اجهزه المستخدمين. ولغايه النهارده مفيش حاجه مؤكده تقول ده حصل ازاي في شركه كراود سترايك. وانا اعتقد ان ممكن ما يطلعش حاجه تتقال خلال الفتره اللي جايه والموضوع يسكت على كده، لان في واقعات مشابهه. وخلي بالنا لو احنا بنتكلم على كراود سترايك، مين اللي اهم؟ الاف بي اي والسي اي اي ولا كراود سترايك؟ الاف بي اي والسي اي اي تسرب لهم مجموعه كبيره جدا من البيانات بسبب خطا بشري لشخص، الشخص ده حط حاجه على شيرد فولدر او على ستورج على الانترنت زي دروب بوكس او حاجه زي كده واتسربت من خلالها. ففكره النهارده ان حاجه تتسرب او تطلع على الانترنت او يحصل خطا بشري ده عادي. طبعا اكيد انتوا شايفين الصوره اللي انا مشيرها قصادكم دهيت، ودي صوره اللي هي البلو سكرين اوف ديس. طب قبل ما نتكلم على القصه دي انا محتاج اقول لكم حبه ارقام كده عن عدد المستخدمي للانترنت وعدد المستخدمي للويندوز والسيستمز اللي موجوده على مستوى العالم. احنا عندنا في الكلاود في مجموعه كبيره جدا من الشركات كانت موجوده في الكوارتر الرابع من 2017 بتقدم كلاود سيرفيس، كان مايكروسوفت ايجر واخده 13.7 من 10 من النسبه. جت بعد كده في 2020 بقت مايكروسوفت ايجر 20%، ووصلت في 24 في الكوارتر الاولاني ل 25%، ودي نسبه كبيره جدا من مستخدمين مايكروسوفت ايجر. عندنا الامازون ويب سيرفيس واخده 31% الايجر 25. مستخدمي الويندوز اوبريتنج سيستم على مستوى العالم 72%، مستخدمي اوبريتنج سيستم ويندوز في مصر 80%، مستخدمي اوبريتنج سيستم ويندوز في امريكا 62%. ده بقى فكره كده عن ايه اللي حصل والمشكله كان سببها التقنيه ايه. معظم الشركات بتستخدم الكلاود علشان توفر هاردوير انفستمنت وتوفر كهرباء وابديتس وسيرفيسز، وكمان يبقى في ريلابيليتي وتبقى الدنيا سريعه واقدر اوصل للداتا بتاعتي من اي مكان من اي ديفايس. فكله بيشتغل كلاود موديل زي المودلز اللي موجوده قصادنا دي، سواء كان اون بريم ده اجهزه موجوده عندي، انفراستراكشر ده كلاود از ا سيرفيس، بلاتفورم از ا سيرفيس، او سوفت وير از ا سيرفيس. ودي الفروق، انا مش هخش في الفروق الفنيه ما بينهم، انا هعدي عليهم سريعا. في عندنا طبعا القصه دهيت فيها منها اكتر من حاجه، في عندنا كمان ديسك توب از ا سيرفيس، دي الامثله على فكره للسوفت وير والبلاتفورم والانفراستراكشر از ا سيرفيس اللي موجوده. في عندنا كمان حاجات تانية من الـ السيرفيسز اللي بيحصل لها رنت زي دي اي اي اس او ديسك توب از ا سيرفيس، في عندنا ستورج از ا سيرفيس، في كميه كبيره جدا بقت موجوده كلها از ا سيرفيس. وده ملخص لكل الخدمات بتاعه الكلاود اللي موجوده. هنلاقي عندنا سوفت وير، فانكشن، ديسك توب، بلاتفورم، ستورج، انفراستراكشر، والشركات المقدمه للخدمات. مين اللي كان معرض في حاله كلاود سترايك؟ اللي كان معرض هو اللي توفر فيه الشروط الاتيه، انه بيستخدم مايكروسوفت ايجر او كلاود سيرفيس، وفي نفس الوقت عنده الكلاينت بتاع فالكون السوفت وير اللي عاملاه شركه كلاود سترايك علشان يسكيور الكونكشن، او يبقى هو ثيرد بارتي ما بين مايكروسوفت وما بين الشركه اللي بتحصل على الخدمه، ماضي اجريمنت مع مايكروسوفت، وفي نفس الوقت بيقدم سكيورتي سيرفيس للشركات حصلت عنده مشكله في الابديت ادت للي حصل ده. طب نرجع لنقطه كده لطيفه، هل اللي حصل ده كان مقصود ولا لا؟ محدش يعرف، ممكن نكتشف قدام ان حصل مشكله عند كراود سترايك هي اللي عملت كده. وخلي بالنا ان ده حصل قبل كده في شركه نتورك كبيره اللي هي سولر، حصل ان كل الداتا بتاعه الشركات اللي كانت كونكتد عليها حصل عليها بريتش بسبب الكلاينت بتاع شركه النتورك، وكانت شركه برضو كبيره في مجال النتورك. فان حاجه حد يحصل له حاجه زي كده ده امر وارد. احنا في مصر ما حصلناش حاجه ليه؟ زي ما قال باشمهندس حسام،
مش عشان احنا اجمد حد ولا حاجه خالص. الموضوع كل الناس معرضه للاختراق، مفيش حد بره قصه انه يحصل له بريتش او يحصل له اختراق، ولكن احنا ما توفرش فينا الشروط. ولكن خلينا اقول ان احنا اتاثرنا بشكل مختلف، اتاثرنا لان المطارات بتاعت بره لما اتاثرت فهي اثرت عندنا في المطارات، الخدمات الخارجيه لما اتاثرت اثرت عندنا، في شركات في مصر ليها شريك اجنبي، الشريك الاجنبي اتاثر، في قنوات فضائيه على سبيل المثال عشان نوضح فكره مين اتاثر ومين ما اتاثرش، سكاي نيوز حصل عندها مشكله، ولكن مش سكاي نيوز عربيه، سكاي نيوز بتاعت انجلترا هي دي اللي حصل عندها مشكله، بتاعت بره، بتاعت اوروبا، اما سكاي نيوز عربيه ما حصلش عندها مشكله لانها ما بتتعاملش مع كراود سترايك. فده بالظبط اللي كنا بنشوفه من مش عايز اقول يعني الخبراء اللي بيشوفوا اللي بنشوفهم على الشاشات، اللي هو خبير واستشاري اللواء الطيار الامير لاي اللي بيطلع يحلل ويقول، فيقول لك احنا اجمد حاجه في الدنيا، احنا ما عندناش حاجه بتحصل زي كده. الكلام ده غير صحيح، عالي تمام من الصحه. مع نقطه كمان مهمه، هل اما تبقى المشكله مثلا على سبيل المثال اللي حصلت في ايفون، في اوبريتنج سيستم بتاع ايفون، فبتاع اندرويد يقول لك انا جامد انا ما حصلش عندي حاجه؟ لا، هي اصلا مش تبعك، مش بتاعتك، فانت ما تجيش تدعي قصه زي كده. هل احنا جاهزين بقى للكلام ده؟ اه، في خطوات ثابته في الدوله المصريه ان احنا يبقى عندنا اور اون كلاود، وده اتعمل في ابريل السنه اللي فاتت، سوري، في ابريل 24، افتتاح مركز الحوسبه السحابيه ومركز البيانات اللي موجود في العاصمه الاداريه، علشان قدام شويه نبقى احنا مركز للدول اللي حوالينا، ندي لهم السيرفيس وفي نفس الوقت الداتا بتاعتنا على الكلاود بتاعتنا. لكن الى وقتنا هذا احنا ما بنستخدمش الكلاود اصلا في مصر في الجهات البنيه التحتيه والمؤسسات البنيه التحتيه زي قطاع البترول، الغاز، الكهرباء، الميه، كل الانفراستراكشر دول كلهم ما بيتحطوش على كلاود. وعايز اقول لكم حتى بتصل الى اوفيس 365 ممنوع استخدامه في الجهات الحكوميه التابعه للبنيه التحتيه للدوله. ففكره ان احنا ما حصلناش دي الاسباب اللي ادت، مع كمان سبحان الله يعني احنا دايما والله يا باشمهندس خليف حظنا بيبقى حلو، كل الاتاكس بتيجي الخميس بالليل، اللي هو غالبيه الناس بتكون خلصت شغلها وصبح اجازه، طبعا السيرفيس شغاله، بس لو نفتكر في 2016 الوونا كراي رانسام وير حصل خميس بالليل برضه. الوقعات كلها يعني دي حاجه بتاعت ربنا بقى الهيه ملناش دعوه بيها بتحصل. طيب في نقطه تانية، هل حصل انسدنت فعلا عند حد في مصر او عند شريك لحد في مصر؟ ما حدش طلع اعلن لغايه اللحظه دي، ودي برضه مشكله تانية كان اتكلم فيها الباشمهندس حسام، ان احنا لازم نعرف عشان نقدر نقول، بس في بعض الشركات في مصر ما بترضاش تقول، بتعتبر ده عيبه في حقه، يعني ازاي اطلع اقول ان حصل عندي الكلام ده، ولو ان طول ما انا بستخدم التكنولوجيا انا معرض في اي وقت باي طريقه لليكج يحصل، لاتاك يحصل. ولذلك دايما لجنه الثقافه الرقميه والبنيه المعلوماتيه بتسعى جاهده، ووزاره الثقافه والميديا وناس كتير جدا ان هم يعملوا نشر ثقافه الوعي والامن المعلوماتي عند الناس، علشان نحد بنسبه كبيره لو كان الاتاك ليه علاقه بفرد او بحد جوه مؤسسه. النقطه الاهم، المين انفراستراكشر بتاعتنا في مصر زي سيستم المواطن اللي هي الارقام القوميه والكلام ده اير جابت، ده مش متصل بالانترنت اصلا، وبالتالي فكره ان يحصل عليه اتاك هي ممكن تحصل وحصلت في ستاكس نت في ايران وضربوا مفاعل نووي، ولكن في حته اسمها نطنز، ولكن انا بتكلم هو اير جابت، يعني الحاجات دي مؤمنه وموجوده في حته ما حدش يقدر يوصل لها. اتمنى اكون قدرت اجاوب على حضرتك يا دكتور محمد، ومش عايز اطول عشان ما اخدش وقت الساده الزوم. تمام. طيب دكتور حجازي، عندك انت مداخلة على الكلام اللي اتقال، وانا عايز اربط برضو مع حتة تانية علشان تبقى مرة واحدة لا الحتة لا انا مش الخاصة هتكلم، انا هسأل، بحتة بس انا هسأل ده سؤال تسأل. فني، يعني محتاج اجابة على سؤال فني، وخليني في دوري ما اتفضل فيش مشكلة خالص. يعني انا الحقيقة اتفضل. عندي سؤال، هو النهاردة احنا عمالين بنتكلم على الكلاود، تمام؟ هو لو انا النهاردة شغال اون بريم والابديت ده حصل له رول اوت ووصل لي، هل يا ترى انا هيبقى عندي المقدرة وانا اون بريم، تمام، اني اتشيك الابديت دوت قبل ما اعمل له رول اوت عندي، ولا احنا بس مجرد اننا عمالين بنتكلم على انه المشكله حسب انها السيتنج، كلاود؟ حسب السيتنج بتاعت ويندوز. تمام. أرد أرد اه، سؤال اتفضل. يعني لحضراتكم كلكم، اه يا باشا، انا راجل جاي من ليجل باك جراوند، فانا يعني محتاج يا اتعلم. سلام، ليجال باك جراوند، ماشي بعد ماشي كل ده ماشي. ده تواضع بس من عجبتني دكتور عجبتني. حجازي. اتفضل شانسولي.
طيب هو مبدئيا في حاله الاون بريم انت ليك فول اكسس، هتبقى اسهل المواضيع، وخاصه انت لو اون بريم المفروض انت بتستخدم مجموعه من الادوات والتولز، وبتقدر تتست الكلام ده على بايلوت قبل ما بترول اوت على فيجن سيرفر. البرودكشن لاين. فبالتالي انا بيبقى عندي بايلوت سيرفر. هقول لحضرتك على مثال عملي، انا كراجل مسؤول عن نتورك وسكيورتي، لما باجي انزل ابديت ويندوز او انزل سوفت وير ما بروحش على البرودكشن واشتغل على طول، لا لازم بعمل بايلوت بروجكت اللي هو سيرفر بنفس السبيكس بنفس كل ستيجنج حاجه، سيرفر. وابتدي اتست عليه واحاول اعمل له زي ما بنقول كده تشيك على اللوج فايل واشوف ايه الايرورز اللي ممكن تحصل، ولو حاولت اعمل رول باك هياخد وقت قد ايه، فلازم ابقى حاطط استراتيجي وبلان اقدر اتحرك بيها. في حاله زي كده هيبقى الموضوع سهل جدا، مع كمان ان انا لو شغال اون بريم ففور شور انا عندي ريستور بوينت، عندي ديزاستر ريكفري باك اب، عندي باك اب وباك اب للباك اب، وبعد كل ده كمان انا شغال فيرتشوال، فزي ما كل الناس شغاله يعني فيرتشوال ماشين، فالفيرتشوال ماشين سهل ده فايل، فاكيد عندي منه كوبي هقدر ارجعه واقدر ابتدي الينك على الداتا كونكشن والسيكوال كونكشنز بتاعتي والداتا بيزس، واقوم الدنيا في وقت قصير، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير جدا جدا جدا، ولكن يبدو هم ما عملوش الهوم ورك بتاعهم بالشكل الجيد. كمان ثانية ال واحدة يا وليد، ولا وليد مش معلش مشكلة. أنا عندي سؤال صغير، عندي مش مداخلة صغيرة. اتفضل. اللي أنت بتقوله صحيح، بس أنا عايز أرجع للي قاله الدكتور حجازي، إن الحقيقة إن إحنا في بعض الأحيان مع الشغل بتاعنا المتكرر والأبديتس المتكررة بيبقى ده أبديت يا عم بتاع مايكروسوفت رن بالظبط. وخلاص، يعني بص من بص يا يعني باشمهندس بس حسام، هو على كلامك فكرة صح، انا بس اكتر عايز حاجه بخاف منه. عايز ابقى واقعي، عايز ابقى بص يا واقعي، باشمهندس حسام، ده احنا بيتوقف بنسيب على معايير تليفوناتنا كتير، تعمل خلي بالك. ابديت بالليل واحنا نايمين، لا 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 لا، في نقطه مهمه بس وبنصحى يا الصبح باشمهندس حسام نقول وانت استاذنا. اصل الابديت بتاع ايفون باشمهندس حسام اكتر حضرتك حاجه استاذنا بتوقعني. كلنا يعني في التكنولوجيا، الكلام اللي حضرتك بتقوله فاليد والصح 100%، لو انا بعمل ابديت على سكيورتي ابديت بتاع ويندوز او بتكلم على اي ابديت نورمال ابديت، ما هواش ما انت كده كده الابديتس متقسمه كاتيجوريز زي ما حضرتك عارف، في حاجات بتبقى ريكومندد وحاجات بتبقى سوء سكيورتي وحاجات، ففي حاجات لازم صحيح. تتعمل بسرعه، فدي بنبص عليها هل هي من الحاجات الكريتيكال ولا لا ونشوف. لكن في حاله الايجنت او الكلاينتس، يعني انا بستخدم فور اكزامبل كاسبريسكي، هل هعمل الابديت بتاع الكلاينت بتاعه من غير ما تشيك؟ لا طبعا، كده مش بالنسبه لي انا كسكيورتي تيم، انا لو حد عندي عمل كده انا هعلقه على باب الشركه، مش هينفع. ايوه انت انا هتعلق على باب الشركه، انما انا بقول لك ان الاي تي ديبارتمنت اللي في شركات ايوه، ما كتير قوي بتعمل ده، هو بترول على طول. المهندس حسام والدكتور حجازي بيتكلموا ان الكومن ان الناس بتصدق البراندز الكبيره دي حقيقة. وبتعمل رول اوت، وده غلط. يعني ده غلط، هو لازم يبقى في سياسه لحوكمه، الحوكمه رقميه واداره للتكنولوجيا جيده داخل كل المؤسسات. ونتيجه تسارع التكنولوجيا اللي حصل في السنين الاخيره ديت، بقى الدور بتاع الحوكمه ده بقى دور اكبر من قبل كده. يعني الموضوع ده موجود من 20 سنه الحوكمه دي، بس ما كانش دورها له التأثير المهم زي دلوقتي، واخد بالك؟ زي دلوقتي مع تسارع التكنولوجيا وتدخلها في صناعات كتيرة، وبقت الدنيا مرتبطة ببعض من خلال منظومة التحول الرقمي والأطر بتاعت عملها بشكل كبير. فدلوقتي المواضيع بتاعت زمان، بقى الشغل بتاع زمان، ستيجنج سيرفر وبرودكشن سيرفر وتيستنج ومش عارف، كل ده خلاص بقى باي ذا بوك، ده بقى بتاع البوك بتاع دلوقتي، بقى اللي لازم الناس ما يقدرش يعني ايه تتخلى عنه، ولازم يحصل عليه توعية. يعني ده جزء من الحاجات، لازم يحصل توعية للجماعة بتوع الاي تي. انا النهارده كنت، انا بالصدفة النهارده كنت بدي تدريب لاحد الجهات الحكومية على الحوكمة، وكنا بنتكلم على كراود سترايك. كنت بقول لهم لازم تعملوا ايه السياسات والأنظمة اللي لازم الناس وبتوع اي تي، ما كانش الناس مستوعبه في الاول، الله ده في نظم اداره كامله ازاي ان انت تعمل الموضوع ده، وده تقصير، ده تقصير في التاهيل، تاهيل الكوادر وخلافه. ودي حاجه احنا لازم نشتغل عليها. يمكن في اجيال قديمه، اللي هي الاجيال القديمه شويه في تكنولوجيا المعلومات، كان ده جزء اساسي من مكونهم او من شغلهم. في اجيال جديده لا، كانت بتتقبل الفكر بتاع
ان دي براندات وان دي امازون ودي مايكروسوفت وان ديت مش عارف، بشكل اسهل يمكن احنا مور سكيبتيكال عنهم. فاحنا محتاجين انه نوعي وندخل في الحته دي بشكل جيد. وجزء من التوعيه ديت هي فكره اختيار التكنولوجيا، اختيار التكنولوجيا نفسها في حد ذاتها اللي هي تفيد احتياجاتي. ودي حاجه فيري بيزك اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي، بس الحقيقه انه ما بيحصلش. يعني عاده الناس بتروح تشتري تكنولوجيا عشان هي البراند الكبير دي اعلى حاجه في الدنيا، وبالتالي ما بيبقاش عندنا فيجن لاستخدام التكنولوجيا دي، وبالتالي ما بيبقاش عندنا حتى قدره على تحديد ايه مدى الاتاحه اللي احنا عايزينه للتطبيق اللي احنا شغالين عليه ده. هل التطبيق ده احنا محتاجينه يبقى متاح بنسبه 80% من الوقت، ولا 90% من الوقت، ولا 95% من الوقت؟ لو 80% من الوقت هيديني فرصه ان السيرفر لو وقع اقوم واخده في حضني كده واشيله واجيب باك اب واعمل مش عارف ايه وكده، صح؟ ماشي؟ انما لو هو حاجه 90% او 95% لازم اخد احتياطات اكبر، وبالتالي افرض ميزانيات اكبر للاي تي، وبالتالي يبقى عندي كمان سيرفيس ليفل اجريمنت. ها هنا هيدخل الجانب اللي المهندس حسام كان بيتكلم عليه اللي هو فكره الجانب الاقتصادي. ما هو الجانب الاقتصادي هنقدر نقيسه من الاضرار، بس انا هقيسه من الاضرار ازاي اذا ما كانش انا عندي رؤيه لاستخدام التطبيق ده اصلا؟ فهنا ما يمكن الجانب القانوني والتشريعي ممكن يبقى له دور يبلور الجزء ده ويوضح لنا ازاي نحسب الجانب او الاثار الفعليه والخسائر. لان في ناس كتير سالتني هو ايه الخسائر فعلا؟ هل هي الخسائر ان هو عدم الاتاحه بس، ولا في حاجات تانية نقدر نحطها؟ وازاي نتعامل معاهم قانونيا؟ لو انا شركه في مصر ازاي اتعامل مع الناس دي بشكل قانوني؟ اتفضل دكتور محمد. معلش انا هقول حاجه صغيره قبل ما دكتور محمد يبدا. في نقطه كانت مهمه جدا ردا برضو على باشمهندس حسام. لما اجي اتعامل مع ابديت في انفراستراكشر بتاع شركه هاي ريسك، غير لما اتعامل على داتا عاديه وانا بعمل الابديت. انا ممكن اعمل زي ما الباشمهندس حسام بيقول فعلا، والناس تبقى مستعجله وبتاع ومحدش مركز في حاجه لو انا بعمل ابديت لويب سايت. لكن هاي ريسك داتا وهاي ريسك انفو كلها انفراستراكشر. بس وعي برضه يا باشمهندس وليد، ممكن ان حد يكون شغال في حاجه بنيه تحتيه حرجه وما عندوش الوعي ده، فاحنا لازم بقى بالظبط. نرجع نتاكد من الثوابت ديت ونرجع تاني نأهل الناس للموضوع بالشكل ده. عايز اضيف حاجه عشان اتفضل يا وليد فندم. عمال يقول كريتيكال كريتيكال. هو ما حدش قال ان الابديت ده كان كريتيكال اصلا. لا لا، انا ما اقصدش الابديت ده كريتيكال، انا اقصد الشركه نفسها او المطار او كريتيكال الجهه هي اللي بنية كريتيكال، تحتية هي اللي هاي حرجة. ريسك. بنتعود يا وليد، بنتعود بعد شويه ما بيبقاش عندنا حاجه كريتيكال. صح يا هندسة، طيب صح. طيب دكتورنا اتفضل. يا دكتور حجازي اتفضل. طيب، مساء الخير على حضراتكم. والحقيقة يعني المهندس حسام يعني فتح شهيتي للديبيت بشكل أكبر، ووليد طبعا كالمعتاد بيشاكس. بس خلوني أرجع للقانون 175 ل 2018، اللي هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية. الحقيقة لو بصينا على القانون دوت واللائحة التنفيذية بتاعته، هنلاقي إنه اللائحة التنفيذية عملت حاجة شوية مختلفة. قسمت الحقيقة مقدمين الخدمات لنوعين: مقدم خدمات للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة، تمام، اللي منها المطارات والبنوك والبورصة وخلافه، القطاعات الحيوية اللي كلنا عارفينها الـ16 قطاع، وبقية مقدمي الخدمات. والحقيقة حطت التزامات كتيرة جدا من الناحية الفنية ومن الناحية القانونية على الشركات اللي بتقدم الخدمات، سواء كانت خدمات بنية تحتية معلوماتية حرجة أو خلاف. سؤالي الحقيقة، وده بيجي على طول دور الجهات التنظيمية والرقابية هنا على
كل القطاعات، سواء كان الـ NTRA باعتبار انه بيمانج كل القطاعات، او الـ البنك المركزي فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، الكهرباء فيما يتعلق بالقطاع الطاقة. هل يا ترى الأجهزة التنظيمية دي قدرت انها تؤدت وتراقب وتلزم وتغرم وتعاقب الجهات اللي ما نفذتش المعايير اللي واردة في القانون ولا لا؟ دي الحقيقة نقطة من النقط المهمة جدا اننا نبص عليها. عندنا تشريع، عندنا لائحة تنفيذية فيها التزامات بتمثل الحد الأدنى تمام من الإجراءات اللي المفروض انها تتعمل. لازم نبقى بنعمل امباكت اسيسمنت كل سنه، لازم نبقى بنعمل بنتريشن تيستنج كل 6 شهور في بعض القطاعات، لازم يبقى عندنا بلانز لاستمراريه الاعمال واداره الانسيدنتس، وازاي اقدر اني اامن الريسورسز المختلفه او المرافق والبيئه المعلوماتيه اللي انا بشتغل عليها، ازاي هقدر اني ادير الاسيتس بتاعتي بشكل مناسب. كل ده بالمناسبه موجود في اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون. اين دور الجهه التنظيميه؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، اين ادارات الاي تي من المعايير اللي موجوده في القانون؟ على الاقل خالص انه يوم ما يبتدي انه الاشخاص المعنيين بالجزء الفني في داخل كل جهه بيطبقوا الكلام ده، يوم ما يحصل مشكله هو كده بذل العنايه الواجب بذلها. وهنا مساله مهمه جدا وهتجرني على طول لفكره الناس اللي طلعت من البدايه خالص تقول ده سايبر اتاك. والبعض الحقيقه ما قالش انه سايبر اتاك بس، لا ده هم جودوا قالوا ايه ده زيرو داي اتاك. وانا بقى من ليجل برسبكتيف، انا الحقيقه كنت ضد التوجه دوت من اول لحظه. ليه؟ لانه في خسائر ضخمه جدا حصلت. مهندس حسام كان بيتكلم على انه في حد من اصدقائه كان بيتكلم في المطار والدنيا واقفه، شركه الطيران واقفه تمام، بورصة برلين وقفت التعاملات، بنوك كتيرة جدا، سكاي نيوز وخلافه، عدد ضخم جدا الحقيقة. طيب النهاردة لو هو زيرو داي اتاك محدش هيقدر يرجع على كراود سترايك الحقيقة بأي تعويضات، لأنها حاجة ما حصلتش قبل كده. هو واخد كل المعايير الفنية اللي من الممكن إنها تحصل تمام، وحصلت حاجة هو قهرة تمام بالنسبة له، وبالتالي مش هقدر إن أنا أرجع عليه بالتعويض. إنما الناس الحقيقه وبمنتهى الشفافيه، وده يعني يتحسب لهم بغض النظر عن كل المشاكل اللي حصلت، انه السي او طلع على طول قال يا جماعه ده خطا تمام في التحديث وخلل فني في التحديث، هو هنا اعترف بالخطا. وبالتالي طبعا هنلاقي في قضايا يعني بالتعويض ضخمه جدا ضد الشركه في المساله دي، ودي نقطه طبعا إيجابية جدا، ما طلعش قال كل حاجة تمام ولا حاجة، دي نقطة. النقطة التانية إنه ابتدى يقول إنه الفرق بتاعتنا هتبتدي إنها تتعاون مع إيه العملاء اللي عندهم يعني البرامج بتاعتنا أو السيستمز بتاعتنا. وبالتالي وجهة نظري الحقيقة من الناحية القانونية مهم جدا إننا واحنا بنتعامل مع اي شركه من الشركات دي، خصوصا واحنا بنتكلم على بنيه تحتيه حرجه، فانا بتكلم على مؤسسات ضخمه عندها قدره على التفاوض، عندها يعني حجم قوه شرائيه ما هياش صغيره، مع اعترافنا بانه السوق المصري بالنسبه لبعض الشركات ما هواش افضل الاسواق، لانه نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها هو بيبقى شايف انه يعني حجم السوق ما بيمثلوش إضافة كبيرة، إنما في الآخر إحنا عندنا قدرة تفاوضية على الشروط والأحكام. مهم جدا الحقيقة إنه نبقى بنبص على الاس ال اي، بنبص على التيرمز والكونديشنز في حالة الداون تايم قد إيه، وفي حالة إنه يقدر إنه يبقى بيخلق مسارات بديلة ليا، حتى لو أنا بشتغل كلاود فالمفروض إن أنا أبقى في أماكن مختلفة. مش عايز أقول ديساستر ريكفري، إنما عايز أقول إنه يبقى في مواقع تبادلية نبقى قادرين إننا نشتغل من خلالها تمام، لما يبقى في يعني واقعة
بالشكل ده، طبعا مع كل يعني التأكيد على انه اللي حصل خطأ جسيم من الشركة بانه ما عملش الايه الاختبارات اللازمة قبل ما يبتدي انه يعمل رول اوت للتحديث. مهم كمان، ويمكن كنت سعيد الحقيقة باهتمام رئيس الوزراء وانه عمل اجتماع علشان يعني نتكلم على منظومة الأمن السبراني. إحنا للأسف الشديد ما عندناش معايير وطنية للأمن السبراني، محتاجين إنه يبقى عندنا معايير وطنية للأمن السبراني، محتاجين إنه نبتدي يعني للأسف الشديد كان في حاجة في اللائحة التنفيذية للقانون كان لازم إنها تبقى طالعة، كان في إلزام على كل الجهات إن يبقى عندها سياسة أمن معلومات أو سياسة أمن سبراني ملتزمة بيها بتغطي كل الجوانب، سواء كانت بقى جوانب متعلقة بالنواحي الفنية وجوانب متعلقة بالمستخدمين والأفراد، بالتوعية، بإدارة المخاطر، باستمرارية الأعمال وخلافه. بس الحقيقة اتشالت في اللحظة الأخيرة من الـ يعني الإصدار بتاع اللائحة. إنما مهم الحقيقة إننا نطلع معايير، محتاجين إننا نزور المعايير دي في ضوء المخاطر اللي بنشوفها كل يوم النهاردة وبنشوفها إنها بتتزايد، والمعايير دي لازم تبقى معايير ملزمة، وملزمة الحقيقة للحكومة قبل ما تبقى ملزمة للقطاع الخاص. مش هينفع إطلاقا إني أبقى بطلع معايير وأجي أقول خلاص الحكومة مش لازم إنها تعملها، أصل إحنا ما عندناش بادجت، أصل إحنا ما عندناش مش عارف إيه، وبعدين نيجي نقول إحنا عايزين نبقى أون بريم. يا جماعة لازم نبص على المواضيع بصورة كلية. أنا النهاردة دولة عندي أزمة اقتصادية، عندي نقص في الكوادر البشرية اللي بتشتغل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وده مش عيب وموجود في العالم كله بالمناسبة، يعني في نقص في الكوادر المتعلقة بالسايبر سيكيورتي تحديدا، تمام، ووظائف ناقصة في العالم كله، مش عيب إطلاقا إني أبقى معترف بالكلام دوت. العيب إن أنا أبقى بحاول إني أروح لعكس دوت، تمام، بكلام براق جدا، لأنه الكلام ما فيش أسهل منه الحقيقة، من غير ما أبقى واخد بالي إنه لما باجي أقول إن أنا هشتغل أون بريم هيبقى عندي مشاكل أكبر بكتير جدا، مشاكل من توفير العملة، من الكوادر البشرية اللي هتقدر إنها تمانج الكلام ده كله، من حجم التحديثات اللي بيحصل، من البرامج اللي ما بنعرفش إننا نشتريها، من الانقطاعات بتاعة الكهرباء، من حاجات كتيرة جدا مش عايز يعني أعددها، في مقابل أنه أنا عندي سيرفيسز تانية من الممكن أنها تبقى بتتم على الكلاود، تمام، في ضوء أن أنا كمان دولة بحاول أني أبقى بجذب الشركات العالمية علشان تبتدي أنها تيجي تعمل داتا سنترز في مصر، تمام. لازم يبقى عندنا الحقيقة رؤية واضحة وطريق واضح وانا بتعامل مع ملف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بشكل كبير. انا يعني مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، بس اخر حاجه قبل ما اقفل، دكتور خليف كان بيسال هو احنا محتاجين نعمل ايه من الناحيه القانونيه. من الناحيه القانونيه الحقيقه انا عارف انه دايما الترمز والكونديشنز بتاعه التراخيص والاتفاقيات بتاعه الشركات بتبقى صعب ان انت تعدلها، انما نقدر الحقيقه في قانون تنظيم الاتصالات، في قانون التوقيع، اسف، في قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ولائحته التنفيذيه، نحط بعض الاشتراطات اللي تبقى بتجبر الشركات انه اي شرط من الشروط الوارده في التراخيص دي مخالفه للنظام العام المصري بتعتبر شرط باطل. ودي مساله الحقيقه من المسائل الكومن اللي بتحصل في كتير من دول العالم، علشان ابقى بحاول اني احد من التغول الكبير اللي بتعمله الشركات في فرض بعض الشروط والبنود اللي موجوده في اتفاقيات تقديم الخدمة، وما بيبقاش المستخدم أيا ما كان حجم المستخدم دوت قادر إنه يعني يعدل فيها كتير. فدي بس يعني ردا على سؤال دكتور خليف، وشاكر جدا لحضرتك. طيب لما احنا بنيجي نتكلم على احنا دلوقتي خلاص أنا احنا بس عايز أقول إن كل اللي قاله حجازي ده نتيجة إن أنا فتحت شهيته إنه طبعا يتكلم. طبعا يا فندم فهو خد ده نص حقيقي. ساعة فاتح شهية.
انا مش عارف لو هو ناوي يتكلم هيعمل ايه. طيب انا عندي المهندس زياد عنده مداخله، كان طلب مني، اتفضل يا باشمهندس زياد، حضرتك طالب مداخله في النقطه اللي فاتت. طيب مساء الخير، انا عايز ارمي تساؤلين كده بس يا ريت فنيين تعلي صوتك يا باشمهندس. واقول لك عندي تساؤلين فنيين عايز اقولهم. تمام. التساؤل الاولاني، هل شركه بحجم كراود سترايك ما تكونش عندها الكابابيلتي او حاطه في الاستراتيجي بتاعتها ان هي تعمل تيستنج للابلكيشن او للابديتس بتاعته قبل ما تنزلها؟ وإذا كانت حاطة ده في الاستراتيجي وعملت تيستينج، والتيستينج كان هيفي تيستينج وكل حاجة، ومع ذلك برضو حصل العطل ده اللي هو ممكن يبقى احتماليته إنه يحصل 1 في 100 ألف ولا 1 في المليون، هل ده مقبول؟ وهل ده ممكن يخلينا كلنا بعد كده ننقل الكونسبت بتاع زيرو تراست اللي موجود في السايبر سيكيورتي إلى الأنظمة بتاعة التأمين نفسها، إن إحنا ما نثقش فيها خالص؟ ولا احنا ممكن نعتبر اللي حصل ده حاجة بتحصل 1 في المليون ونتقبلها ونكيب جوينج بعد كده؟ انا سؤالي ده موجه يعني علشان احاول اكلاريفاي الديبيت اللي حاصل، وانا سمعت جزء كبير منه ما بين المهندس حسام والمهندس وليد. طيب شكرا. انا هوجه السؤال ده بقى للبشمهندس عزام. بشمهندس عزام معانا؟ معاك. معاكم. هو سؤال صعب قوي، خلينا اخر واحد اتكلم تدون السؤال الصعب ده، ايوه يعني لازم اديك سؤال صعب يا باشمهندس يعني عزام، سؤال صعب جدا، ده بره المنهج حقيقي. ده من الاخوه طيب بقى مساء الخير والمحبه على وكده. حضراتكم، مساء الخير على حضراتكم طبعا جميعا، وشرف كبير ان اكون معاكم عشان نتكلم على السكتة الدماغية اللي حصلت لنظام معلومات عالمي، اثرت على ناس كتيرة قوي. وردا على فكره الاثار الاقتصاديه، يمكن لسه رويترز من بالظبط 4 ساعات طلعت تقرير ان ال 500 شركه التوب فورشن 500 كومبانيز خسائرهم بره مايكروسوفت وكراود سترايك في حدود ال 5.4 من 10 مليار دولار. كراود سترايك حقيقه في الازمه الاخيره خسرت 12% تقريبا من سعر السهم بتاعها، وهي شركه عاوز اتوقف عن الشركه دي كمان ان هي شركه اتعملت 2011 من 13 سنه، قيمتها السوقيه النهارده 83 مليار دولار. خسرت في يوم نتيجه العطل الجسيم دوت 8 9 مليار دولار، ومايكروسوفت نزلت لها 1.5% طبعا من 3.3 من 10 تريليون، ده رقم يعني عاوز كالكوليتر كبير عشان نحسبه. انما الموضوع حقيقه لو احنا بصينا عليه، هو حصل أزمة قلبية لنظام المعلومات، حصل سكتة قلبية، حصل سكتة دماغية، حصل ستروك تم معالجته وحقن المريض بسرعة وتم التعامل معه. الفكرة لو احنا بنتكلم على ما حدث واحنا هنروح فين بعد كده، أظن يعني ان احنا نتكلم على قبل العصر ما قبل توطين تكنولوجيا المعلومات، احنا بنتكلم حتى لو احنا خدنا القرار ده احنا يعني بايدينا كده بنرجع للعصور الوسطى، ومحدش هيستنانا، الناس هتكمل بكراود سترايك حصلت له مشكله، مايكروسوفت حصلت له مشكله، المشكله هي مشكله ليست الاولى ولن تكون الاخيره، ضخمه ضخمه، انما رعبة العالم رعبة العالم، انما الاتجاه هو اتجاه واحد الى مزيد من استهلاك التكنولوجيا، ان محدش هيتوقف عنه مهما حصل. وفكره اصل احنا نرجع للورق ونعمل سيستم يدوي ونعمل سيستم اون بريمسز ونعمل سيستم كلاود، وكل الحاجات دي حقيقه نقعد نتكلم فيها، انما القضيه الحقيقيه هي مش فكره حوكمه السيستم على فكره ان احنا لازم نفكر، كلنا نفكر كثينك تانكس، اذا كان على المستوى المحلي او المستوى الدولي او المستوى الاقليمي، على فكره الريزيلينس بتاع هذا النظام المعلوماتي اللي أصبح عدم الاعتماد عليه هو كارثة، واختفائه من حياتنا هو كارثة، وتعرضه لمشكلة لأي سبب من الأسباب بقى، هجمات سيبرانية، غلق التشغيل، نسميها أي تسمية، هي كارثة. فالريزيلينس هي مش موجود، والقدرة على تلقي الصدمة مش موجود، والقدرة على التعافي السريع ممكن أقول إن هي موجودة، إن المشكلة اتحلت خدت لها بعض الساعات واتحلت، إنما هي هزت الثقة.
وده المشكله. فاحنا محتاجين قبل ما نفكر ان احنا هنستخدم ده ولا هنستخدم دوت ولا هنرجع حتى للورق ولا مش هنرجع للورق، مع ان هي طبعا اطروحه حقيقه بالنسبه لي اطروحه خارج سياق العصر وخارج سياق القرن ال21 وخارج سياق الدول اللي عايزه فعلا تتقدم. فاحنا محتاجين كلنا نفكر في نظام للريزيلينس لتكنولوجيا المعلومات والانظمه الرقميه وانظمه البنيه المعلوماتيه تمام. والشبكات بتاعتنا، نستخدم ايه ما نستخدمش ايه، ده حاجه نقعد نتكلم فيها في تفاصيل. انما الوضع الحقيقي لو احنا عاوزين نطلع لقدام، واحنا شفنا كلنا لقاءات دوله رئيس الوزراء واهتمامه بهذا الموضوع، ودي حاجه حقيقه يعني مشكوره جدا الدوله المصريه انها عملتها وبدات تحس بشكل جدي ان الموضوع ده محتاج ان احنا نتحرك فيه. بالعكس احنا محتاجين نبني كوادر وطنيه، محتاج ان احنا نبني تكنولوجيات وطنيه، محتاج ان احنا نفكر بطريقه مختلفه. انما احنا مش عايزين دايما نفكر من وضع الحركه، محتاجين كلنا نقعد كمجتمع مدني كحكومه ممثله في وزاره الاتصالات وهيئاتها ك ثينك تانكس اللي موجوده، اذا كان في شكل اكاديميه البحث العلمي، في شكل مجلس الثقافه، في شكل المراكز البحث والتفكير اللي موجوده على مستوى مصر، ان احنا ازاي بقى نفكر في الخروج من هذه المعضله بتكوين منظومه حقيقيه قادرة على تلقي الصدمات والخروج بأقل الخسائر ووجود الحلول البديلة، بحيث أن هذه الأنظمة لا تكون يعني معرضة لهذا الخلل الجسيم أو تبقى الخطر أو الضرر الواقع علينا من هذا الخطر أو هذا الخطر الجسيم تبقى اقل شيء. زائد ان احنا محتاجين ان احنا كلنا نفكر ان يبقى عندنا شركه زي كلاود سترايك حقيقة. يعني ما حدش قال اشمعنى كلاود سترايك دي سنه 2011 طلعت من لا شيء الى شركه ب 83 مليار، واحنا نفسنا نبقى صادراتنا 100 مليار دولار وشركه واحده في خلال 10 سنين وصلت لهذا الرقم كقيمه سوقيه وحجم اعمالها في حدود 6 7 مليار دولار. احنا محتاجين نفكر دايما بالصوره الايجابيه حقيقه، محتاجين نفكر هنعمل ايه بكره، محتاجين نفكر ازاي يكون عندنا بصمة حقيقية في الموضوع الأهم في العالم النهاردة، هو موضوع أمن المعلومات. حقيقة إن هو ده شيء العالم كله محتاجه، شيء العالم مستعد إنه يدفع فيه فلوس كتيرة جدا، الصادرات في هذا الأمر صادرات مليارية حقيقة، إنما مش هتيجي برضو من فراغ ومش هتيجي الصبح إن إحنا نعملها. فحقيقة لو إحنا بنتكلم على موضوع كلاود سترايك، هو بالنسبة لي هو حصل ستروك، حصل أزمة قلبية، حصل أزمة يعني حصل جلطة معينة في شريان المعلومات العالمي، دخل جزء من العالم في غرفة الإنعاش لساعات كثيرة، إنما العالم طلع واشتغل ومش هيتوقف. فإحنا محتاجين نفكر ناخد من المشكلة دي تفكير أكثر إيجابية وتفكير أكثر تقدمية في اتجاه مستقبل حقيقي، في اتجاه ان احنا نمتلك ادوات التكنولوجيا، ان امتلاك ادوات التكنولوجيا هيحل لنا مشاكل، وزائد ان احنا هننشئ صناعه حقيقيه حقيقه قادره على وصول لاسواق كبيره بارقام كبيره. يعني اتمنى ان انا اكون يعني اوضحت وجهه نظري في تمام. الامر ده. هو طبعا يعني إجابة على كلام الباشمهندس زياد في حتة هل كراود سترايك ما عندهاش تيستينج بروسيس، أكيد هم عندهم التيستينج بروسيس، لكن مع كل أنظمة الجودة اللي موجودة بيبقى فيها عنصر بشري وجزء مانيوال، حتى لو الشركة شركة ذكاء اصطناعي. بالمناسبة كراود سترايك شركة ذكاء اصطناعي، يعني هي بتعمل أنظمة المتابعة والتراكينج و باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي. المشكلة اللي حصلت مع كراود سترايك هل تخلينا لا نثق في الكل؟ لا، تخلينا نثق إلى حد ما، بس لازم يكون عندنا أنظمة بتدير هذا النوع من أنواع التحديثات بشكل جيد. عشان كده كنت بتكلم على الحوكمة، والحوكمة هنا مش من منظور البيروقراطي، لا هي الحوكمة اللي بتحقق الريزيلينس يا دكتور عزام، واللي هي بتشمل
المونيتورنج الايفالويشن البروسيسز اللي هي تتطبق اللي هي ما تخليش حد ينسى حاجه اللي هي تقلل العامل البشري. وكمان الحكايه دي فتحت باب لفيلد جديد او صناعه جديده وهي الحوكمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودي في ناس كتيره شغاله عليها دلوقتي. بمعنى ان التحديثات اللي بتجرى من المبرمجين بيتم مراقبتها وتحليلها باستخدام الانجنز بتاعت او محركات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تقدر تتوقع اذا كان هيحصل مشاكل اصلا ولا لا. يعني بقى في كمان في ناس ستارت ابس هتشتغل على الموضوع ده بشكل استباقي. انا ارجو بقى ان احنا نشجع النوع ده من الستارت ابس في مصر اللي هي تشتغل على الفجوه دي، لان دي حاجه مش ناس كتير اشتغلت عليها، مش ما فيش هتبقى مطلوبه جدا الفتره اللي جايه مع الازمه بتاعت كراود سترايك. هتبقى دي هتبقى في الواجهه، وبالتالي هيبقى ممكن تجذب كمان استثمارات. فاحنا لو ركزنا على النقطه ديت استخدام الذكاء الاصطناعي في الحمايه من الاخطاء البشريه في الانظمه المقدمه والبرمجيات. فكره طبعا امتلاك التكنولوجيا دي احنا متفقين عليها دكتور عزام من زمان، نتكلم عليها على طول واحنا من مؤيدينها على طول، لكن محتاجين يبقى في آليات على الأرض تحركنا بشكل أسرع وتبقى ليها فعلا تأثير على الواقع بتاعنا وعلى تأثير على مجتمع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بشكل عام. احنا انا يعني شرفت بتواجدي مع حضراتكم. انا عايز في دقيقه واحده، احنا طبعا السيشنز بتاعتنا بتبقى ساعه وتبقى فيري اجايل يعني، فاحنا بنتكلم في ساعه، فانا عايز دقيقه ونص من كل واحد يعني من حضراتكم يدي فيها كلمه او يعني ريكومنديشن اخيره للمستقبل. المستقبل المفروض يكون شكله عامل ازاي؟ نبتدي بالبشمهندس زياد. يعني لو احنا عايزين نتكلم على المستقبل، زي ما حضراتكم قلتوا التكنولوجيا هتكمل، مستحيل تتراجع، لكن احنا محتاجين اهتمام اكتر في إدارة الأزمات الناشئة عن التكنولوجيا نفسها. يعني هي التكنولوجيا تول وكل حاجة، لكن لازم تضمن خطط للأزمات، زي ما متفق بتتحط أزمات الكوارث المختلفة، العواصف، الحرائق، التسونامي غيره، لازم يتحط ديزاستر بلان للأزمات الناشئة عن التكنولوجيا، سواء على المستوى الجلوبال أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي، ولغاية المستوى الشركات الكبيرة والصغيرة يعني. تمام، ممتاز. باشمهندس حسام صالح. حقيقة أنا مش هزود كلام كتير عشان إحنا يعني اتكلمنا في مواضيع كتير وفتحنا مواضيع كتير قوي. إحنا محتاجين حوارات الثينك تانكس اللي شبه اللي إحنا فيه دلوقتي ده تكون أكتر شوية، ونفتحها لمجالات أكبر، إن إحنا نسمع ناس أكتر معانا. الشركات العالمية بتتحرك في أطر من غير ما تبص على يعني مش عايز أقول عليها سيفل سوسايتي، من غير ما تبص على الناس اللي زينا، لأن الشركات العالمية وهي بتتحرك بيبقى بيربطها حاجات كتير، من ضمنها الستوك بتاعها، من ضمنها التريدينج شكله عامل إزاي. وفي كتير من الأحيان بتحصل مشكلة عند شركة من الشركات وبيريكفر وبيقول لك مش هتأثر على التريدنج، مايكروسوفت عمل كده. فاللي احنا بنتكلم مهندس حسام الصوت وقع.
باشمهندس حسام الصوت وقع. مع ليه دلوقتي هو ان احنا نبقى شايفين اللي انا فتحتها بتاعه الاثر الاقتصادي، ان احنا محتاجين نفكر قديم كده. مسموع الصوت؟ ايوه يا فندم، ايوه تمام. انا بتصور ان احنا ممكن نكون نواه لان احنا نريكومند او نطلع بمجموعه او نطلع بحاجه بتقول ان عندنا ريسيرش انتيتي بتعرف تناقش الحاجات اللي احنا محتاجينها. انا النهارده اللي زياد كان بيتكلم عليه ومحمد كان بيتكلم عليه وخليف كنت بيتكلم عليه وحجازي بيتكلم عليه، كل اللي اتكلمنا فيه يا جماعه احنا ينقصنا جهه بحث، ينقصنا حد بيدينا ارقام وداتا، لان احنا ما عندناش ده، فاحنا بنشتغل مغمضين. ويعني انا بمتدح كل الناس اللي بتشتغل في القطاع انها بتشتغل مغمضه، لان احنا محتاجين يكون عندنا جهه او مجموعه من الناس تتوحد في جهه او نستعين بحد اجنبي وننقل الخبره لجهه مصريه. احنا لسه مش شاطرين في الريسيرش، لسه مش شاطرين ان احنا يبقى عندنا داتا موثقه بتقول اتاثرنا كام في الميه، اثرها كام، طلعت فلوس كام، الشركات خسائرها كام. ان شاء الله تمام تطلعها بعد شهر، بس يبقى عندنا حد بيطلع. متشكر تمام جدا. ممتاز ممتاز جدا. الباشمهندس وليد، مساء الخير. طيب، هو انا هتكلم تحديدا لصديقي الباشمهندس حسام، بحكم ان هو كان يعني المتحده للخدمات الاعلاميه من ضمن التايتلز بس اللي يا كان وليد، بس يا شغالها. وليد، بس يا وليد. انا بس عايز يبقى في نوع من انواع الاستراتيجيه او الاليه للناس اللي بتطلع تقول كلام ما هواش مدروس، ما هواش حقيقي، ما هواش سليم، وده بيثير بلبله، ما بتعرفش تشرح المواضيع، ما بقاش عندها خلفيه. فكره الناس اللي ما نعرفهاش اللي بتطلع تتكلم بتايتلز غريبه وتقول اي كلام، يعني افضل ان الفتره اللي جايه يكون في وجود اليه او وجود حاجه تقول مين يطلع يقول ايه، ما يبقاش كل واحد بيطلع يقول كلام من دماغه والكلام ده تعرف في تكتب اغلب الاحوال. الآلية دي؟ ايه يا فندم؟ تعرف تكتب الآلية دي؟ أنا اتسألت على اسم شخص محدد، اتقال لي خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي. أنا عارف لا أعرف الراجل ولا عمري سمعت عنه ولا أعرف هو بيقول إيه ولا وقال كلام ما أنزل الله به من سلطان. بس في الآخر فعلا يا وليد مفيش صح عندنا صح آلية تقول فلان الفلاني خبير كذا. ما هو خلي بالك، مهما عملت من فلترز في الاخر الراجل المعد اللي موجود في برنامج ما هو مهتم بانه يعرض المشكله في اسرع وقت ممكن، ايوه فبيقولوا له نكلم مين؟ صح فالصحفيين تمام بيكلموا بعض ويقول له كلم الدكتور خليف، الدكتور خليف هيقول لك الراي المظبوط. ممكن يكون السؤال عن التكنولوجيا بتاثر ازاي على البنكرياس، بس هو الدكتور خليف خبير تكنولوجيا المعلومات. اسأل الدكتور خليف، ممكن الدكتور خليف يسمع السؤال يقول لي يا ابني السؤال ده مش بتاعي، لو سمحت ده يعني والله. كلمه حد تاني. ده الأمانة بتقتضي كده. انا كتير بتجيلي أسئلة وبقول كده، انما بيحصل في ناس بيقول لك فرصة، الراجل كلمني في التليفون وعايزني اطلع على الهوا دلوقتي. هقول له ما بفهمش في البنكرياس، بفهم في البنكرياس بيستغربوا يا حسام يا بين هندسه، المقبول، يا هندسه. انا عايز اوضح لحضرتك نقطه بس، لما دكتور الواحد حجازي بيرفض يمكن بقى كان ساعات شاهد، بيستغربوا دكتور بيستغربوا. حجازي كان شاهد على الواقع معايا دكتور خليف وباشمهندس حسام. في احد الناس اتسالوا على الهوا جاهزيه مصر للتحول الرقمي ايه، فقال له جاهزيه مصر للتحول الرقمي زي جاهزيه بلعات اسكندريه للمطر. فيعني الاليه لازم تبقى ساتر يا موجوده، رب. لما نشوف الناس دي على الشاشه الموضوع صعب جدا. خير خير انا تمام هقول لحضرتك على حاجه يا باشمهندس، السعوديه عامله اليه، انا هتصل بحضرتك بعد ما نخلص السيشن وهقول لحضرتك الدول شوف لك، شوف لك موضوع تاني تتكلم فيه يا وليد. يلا خلص يا انا وليد. هكلمك على التليفون. باشمهندس وليد، باشمهندس وليد خلاص الموضوع خلص. ماشي يا فندم. دكتور حجازي اتفضل. طيب، يعني مش هضيف كتير الحقيقه. عندي 4 نقط بسرعه جدا. نمره 1، محتاجين نهتم اكتر بالاستعداد والتخطيط
للأزمات اللي من الممكن إنها تبقى بتحصل في مجال الأمن السيبراني أو في البيئة الرقمية بشكل عام. محتاجين إننا نزود الحقيقة الاستثمارات في الكوادر البشرية والاستثمار في صحيح. الأمن السيبراني بشكل أساسي. نقطة تانية الحقيقة مهمة جدا هو الشفافية والتواصل الفعال ما بين يعني الجهات التنظيمية والشركات وكل العاملين الحقيقة في المجال، ولما يبقى في انسيدنت معينة بتحصل نبقى قادرين اننا نطلع نشرح للناس بطريقة شفافة جدا ايه الوضع، ونبتدي اننا نحط يعني بعض السيناريوهات للحلول. محتاجين انه يبقى عندنا اختبار لخطط استمرارية الأعمال من الحوادث السبرانية. يفضل طبعا أنه الكلام ده كله يبقى بيترجم في شكل يا إما إطار تنظيمي يا إما في شكل سياسة ملزمة بالنسبة للجهات سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص. أشكرك. باشمهندس عزام، طبعا مش هضيف حاجات كتيره بعد كل الكلام العظيم اللي الزملاء قالوه، انما في ملخص بسيط يعني تعالى نتحرك لقدام يا جماعه، ما نقفش كتير عند الحوادث تستمر، فنتحرك لقدام، تعالى نفكر لبكره، تعالى نشوف ازاي نمتلك أدواتنا، إزاي نكون فاعل في هذا العالم اللي بينمو نمو كبير جدا وفي حجم أسواق بتعدي 300 400 مليار دولار في السنة. تعال نتحرك في هذا الاتجاه، نستفيد من جرس الإنذار، إنما مش هفضل طول النهار قاعد ماسك سامع الجرس وأقعد أشغله وأسمع جرس ثاني وأشغله وأبقى في حالة شلل دماغي علشان حادثة حصلت بالظبط كده، زي ما حد يعني حصلت له حادثة وهو سايق العربية قرر ما يسوقش العربيات في حياته. فخلينا نتحرك لقدام، أن ده الأهم، ونكون جزء فاعل الحقيقة في هذا العالم اللي علشان نلحقه بس، ونبقى يعني ما نبقاش تمام. ورا هذا تعرف العالم بكتير، ان اللي بيحصل التطورات التكنولوجية اللي بتحصل هي هتعمل فارق كبير جدا في قدرات الدول وفارق كبير جدا في القدرة التنافسية للدول عامة. فحقيقة الكلام اللي انا بسمعه في اثناء كتيرة جدا بيخضني جامد جدا، ان ده بيضرب الامكانيات التنافسية اللي ممكن نحققها في مقتل قبل ما نبتديها، وده شيء في منتهى الخطورة. نتحرك لقدام، نتحرك لقدام، نتحرك لقدام. شكرا. يعني نقدر نختصر الاوتكم بتاعنا او نتائج حوارنا النهارده لمجموعه من النقاط الرئيسيه، ان لازم يبقى في ثينك تانك على طول بنتكلم فيه كل ما يخص موضوعات التكنولوجيا ونسمع الناس اكتر، ويبقى في يعني تشجيع على وجود صناعه بحثيه مرتبطه بصناعه تكنولوجيا معلومات، محتاجين يبقى في نوع من اداره الازمات الجيد لكل فيما يخص الأزمات الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات. لازم يبقى في تعاون وتواصل مع الشركات العالمية، ونبقى في نوع أكبر من التكامل معاهم علشان نبقى مش بعيدين عن السوق، ومع كمان في نفس الوقت إن إحنا لازم نمتلك التكنولوجيا ولازم ننقل التكنولوجيا لمصر ونطور التكنولوجيا ونشوف النقط اللي احنا ممكن فعلا لازم يكون عندنا فيها كوادر وشركات مصرية زي كراود سترايك وزي مايكروسوفت، وليه لا ممكن يبقى عندنا كده ان شاء الله، وكمان يكون عندنا نوع من انواع تأهيل الكوادر وخصوصا فيما يخص السايبر سيكيورتي والكور بروجرامينج، الحاجات اللي فيها ذكاء اصطناعي، و يكون عندنا فيها كوادر جيدة، وننشر استخدامات التكنولوجيا المعلومات بشكل كبير عشان بعد كده ما يجيناش حد يقول لا ده احنا هنرجع بالورقة والقلم. ده يدل على ان احنا ما قدرناش بس نخترق حزمة كبيرة من نطاق الناس المستخدمين، ومحتاجين ان احنا نوعيهم اكتر ونوعيهم ويبقى عندهم ثقافة رقمية، فاحنا محتاجين ان احنا نشتغل في اللجنة على التوعية بشكل أكبر وشكل أوسع، ويبقى يوصل للماسز، يوصل للناس كتيرة.
ان شاء الله ده يكون في الوقت اللي جاي في الدورة بتاعتنا، وان شاء الله يكون عندنا كل ما يفيد الحالة الرقمية في مصر، وان شاء الله يكون في تحرك قريب يبقى في برضو جمع للجهات المختلفة المعنية بموضوع تكنولوجيا المعلومات، لان تكنولوجيا المعلومات مش ما بقاش شغل قاصر على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط مع أهمية ذلك، لكن بقى كل الوزارات بقت بتتدخل فيه، لدرجة إن مجلس الوزراء كان بيعقد اجتماع بخصوص هذه المشكلة وهذه الأزمة. فالموضوع تكنولوجيا المعلومات أصبحت موضوع أوسع كبير جدا من الوزارات والهيئات وخلافه، بقى موضوع يخص الأمن القومي بتاعنا بشكل كبير. أشكر حضراتكم شكر جزيل، وأراكم إن شاء الله على خير في ندوات قادمة. مع الشكر. شكرا سلام. دكتور شكرا خليل، جزيلا. شكرا لكل الزملاء، شكرا جزيلا، شكرا. تصبحوا على ألف خير. شكرا. شكرا.